وللمزيد ايضا من التحليل والمتابعه ينضم الينا الاستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. بدايه وبعد التحيه، قراءتك للمؤتمر الصحفي للهيئه الوطنيه للانتخابات الذي انعقد منذ قليل، وايضا مشاركه حزب الاتحاد في الانتخابات الرئاسيه المقبله. اهلا بك يا فندم. اهلا بك والساده المشاهدين. نعم استاذ اهلا بك يا فندم. انا سامع حضرتك. نعم، يعني كنت اسالك عن قراءتك للمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل للهيئه الوطنيه للانتخابات بشان الاستعدادات الجاريه للانتخابات الرئاسيه المقبله، وايضا خطه الحزب واستراتيجيه الحزب للمشاركه في هذه الانتخابات. خليني اقول لحضرتك انه طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة تماما وفقا للقانون والدستور، هي اللي بتختص بالعملية الانتخابية منذ بدايتها إلى إعلان من الفائز في هذه الانتخابات، فهي المسؤولة كاملة عن هذا الملف. والشعب المصري هنا ليه دور كمان، إنه لازم يقوم بدوره وواجبه عشان يستكمل طريق التنمية والاستقرار والأمن الذي حدث في مصر وفي الجمهورية الجديدة. من هنا الهيئة الوطنية أعلنت عن تعهدات مهمة جدا، التعهدات دي بتطمئن الشعب المصري وتطمئن كافة المشاركين في العملية الانتخابية. التعهدات إنه الهيئة الوطنية بتكفل إعمال حق كامل لكل المرشحين، وإنها بتقف على قدم المساواة بين كافة المرشحين وعلى مسافة واحدة. إن الانتخابات هتقام بشفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي مستقل ووفقا للمعايير القانونية والدولية. إنه المرشحين هيسمح لهم بمندوبين داخل لجانهم، وإن المرشحين هيكون لهم مندوبين أيضا في لجان الفرد، وده شيء مهم جدا. هيسمحوا للمجتمع المدني سواء الوطني أو الدولي إن هو يتابع ويحضر العملية الانتخابية منذ بدايتها. تأكيدا برضو الهيئة أكدت وتعهدت إن فرص كل المرشحين فرص متساوية في عرض برامجهم الانتخابية ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، وإن الهيئة ليس لديها أي انحيازات إلى أحد، ولكن هي هيئة ذات حياد تام بتهدف إلى إتمام العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية بشكل يتوافق مع القانون والدستور وبشكل فيه شفافيه وفي مساواه لكل الاطراف العمليه الانتخابيه. واعلنت بعد التعهدات، دي كانت اهم حاجه في البيان، لان التعهدات دي هي اللي بتعمل طمانينه داخل المجتمع المصري، لان المجتمع المصري لو ما شعرش بالطمانينه مش هيشارك. فهو العمليه الانتخابيه من غير المشاركه أصبحت مالهاش قيمة، فكانت التعهدات دي. نعم أميكة. يعني سيد رضا، يعني أعتقد أن الأحزاب السياسية أعتقد لها دور كبير الآن، خصوصا بعد جلسات متعددة تم الاجتماع بها في جلسات الحوار الوطني لتعزيز الحراك السياسي وأيضا تفعيل العمل الحزبي في الشارع المصري. يعني قراءة حضرتك لهذه الفترة الهامة بالنسبة لحزب الاتحاد؟ حزب الاتحاد احنا طالما طلبنا في الحوار الوطني كنا دايما طلباتنا كلنا كأحزاب بنقول عايزين الانتخابات يبقى فيها تعددية، الانتخابات تبقى فيها شفافية، الانتخابات يبقى كله على قدم المساواة، المرشحين يعلنوا برامجهم عشان نقدر نختار بين تعدد. كل الامور دي طلبناها في حوارنا الوطني كحزب الاتحاد، وطلبنا انه يبقى فيه حياديه تامه، وان كل مؤسسات الدوله تبتعد عن العمليه الانتخابيه ولا تنحاز الى احد. وبالفعل النهارده التعهدات دي اكدت جزء من مطالب، مش جزء، عايز اقول جزء كبير يعني من مطالبنا داخل الحوار الوطني. حزب الاتحاد كان رؤيته انه علشان ننتقل الى الجمهوريه الجديده في ظل ممارسة للديمقراطية ديمقراطية لدولة مدنية حديثة، كان يجب أن الهيئة الوطنية تعلن هذه التعهدات وتأكدها علشان تتوافق مع كل متطلبات القوى السياسية والأحزاب السياسية. حزب الاتحاد كان في جلساته في الحوار الوطني ولقاءاته العديدة
كنا دايما بنؤكد انه يجب ان يكون هناك تعدديه، يجب ان يفتح المجال ويفتح سقف التعبير وسقف للمرشحين لاعداد البرامج والمؤتمرات والندوات وعرض افكارهم ورؤاهم، علشان الشعب المصري يبقى شاهد على العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه عايز اقول لحضرتك الرقيب عليها مش المجتمع المدني والمؤسسات الاجنبيه خالص، ولا الاشراف القضائي رغم احترامي ليه، الرقيب الحقيقي على العمليه الانتخابيه هو الشعب المصري. الشعب المصري هو اللي بيقدر يفعل العمليه الانتخابيه ويقدر يقيمها ويقدر ينجحها، لان بعدم وجود الشعب المصري بالمشاركه ومراقبته وتواجده فيها مش هيبقى لها قيمه. كل يعني الاشراف القضائي هو اشراف قضائي بس اداري في النهايه، بينظم العمليه الانتخابيه، يضمن شفافيتها، يضمن المساواه، يضمن عدم وقوع مخالفات، واذا في مخالفات يوقع الجزاء باعتباره جهه حاكمه. ولكن في النهايه الشعب المصري هو الصاحب الاصيل للرقابه على هذه العمليه الانتخابيه وفعالياتها وجدياتها، وانه يختار من بين المتعدد. وعشان كده حزب الاتحاد دايما كان بيقول لازم المجال يتفتح، لازم السقف يتفتح. وصلت الصورة السيد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، شكرا جزيلا لك.